يقول بعض الناس ينتقدون الملتزمين وقراء القرآن المشهورين بأنهم يقصرون الثوب وفي الوقت ذاته يركبون سيارة فخمة ويلبسون ساعة ثمينة، فأين التواضع والدين؟ فهل التمتع ببعض النعم بالحلال ينقص من قدرهم شيئا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق؟ يعني هؤلاء القراء أو أئمة المساجد أو طلبة العلم بشر حالهم حالك يعني زين؟ يلبس وبيكشخ وهذا، قد تكون بعض هذه التي يلبسها تكون هدايا مثلا أو كذا، فما في مانع إذا كانت حلالا من ماله أو جاءته هدية، لا سرقها ولا غش بها ولا كذا، المانع أن يتمتع بهذه النعم، بالمركب الهنيء، بالبيت الواسع، بأكثر من زوجة، بالملابس الجميلة، ما الذي يمنعه؟ إذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن الكبر قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني كان هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والثوب القصير ليس عيب لكن جمال، الثوب القصير أحلى من الثوب الطويل، الثوب الطويل جر الوسخ معه، الثوب القصير أنظف، فكون الثوب قصيرا وكاشخ شو المشكلة يعني؟ لبسه جميل وكذا ما في أي مانع أبدا، الله المستعان. يلا بسم الله يلا.